صباحكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا، حلقة جديدة من برنامج ضاح العود. هذا البرنامج اللي يطلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 إلى غاية الساعة 12، ساعة كاملة نتواصل فيها معاكم ونقدم لكم مجموعة من الفقرات والتقارير الرياضية المنوعة. بالبداية طبعا أرحب في زميلتي بدور، حياك الله بدور، صباح الخير. الله يحييك، يسعد لي صباحك ويسعد لي صباحكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج ضاح العود وقناة كويت سبورت وين ما كانوا. طبعا الحمد لله على سلامة الجميع عبد الله. نعم. خلال الفترة اللي طفت كانت أمطار هلت علينا، إن شاء الله تكون تباشر خير علينا وعليكم مشاهدينا الكرام وعلى الكويت. طبعا قامت وزارة الإعلام أكيد بدورها من تغطية أحداث يعطيهم العافية الداخلية الأطفاء جميع العاملين على تغطية هذا الحدث، عساهم على القوة. أكيد، وطبعا في المناسبة أيضا نحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خلال الأيام وقد تكون الساعات القليلة القادمة، لأن في كلام من خبراء الأرصاد الجوية سواء في الكويت أو حول العالم، شفنا بعض الصور والفيديوهات اللي تنتشر بأن احتمال اليوم غدا الجمعة والسبت كذلك راح تكون في هناك أمطار قوية. نعم. هواء قوي، فنقول اخذوا بالكم. طبعا في النهاية العلم عند الله، عند رب العالمين. متى بالضبط الساعة كم وين؟ لأن قد تكون متفرقة حول البلاد، لكن ما يمنع أن نحتاط. بالضبط، يعني الاحتياط واجب. اليوم عبد الله حلقتنا تقريبا نوعا ما مختلفة، عندنا ضيوف من مملكة البحرين الشقيقة وبالأخص القناة الرياضية، عندنا يعني ضيوف. نعم. راح نتكلم معهم حول زيارتهم للكويت. حلو. وشنو لاكتساب الخبرات، بمعنى أكيد تبادل الخبرات. نعم. ما بين كويت سبورت والقناة الرياضية البحرينية. نعم. يعني اليوم حلقتنا بنكهة الحلوى البحرينية، نكهة المتاي. يمكن في ناس ما يحبوا الحلوى نقول لهم المتاي الدرابيل. اليوم حلقتنا باختصار راح تكون مختلفة وغير بإذن الله. مثل ما عودناكم في أولى فقراتنا، معنا هي فقرة التمارين الرياضية وراح تكون مع الكابتن عبد الله العوضي. حياكم الله معانا بالفقرة الرياضية. اليوم راح نركز على عضلات الأكتاف. مرات أنت يمكن تمسك التلفون فترة طويلة بهالطريقة، أو أنك تاكل، أو على الكمبيوتر بالمكتب، فجسمك يتشنج، فأنت تحتاج ترد الوضعية مرة ثانية. فالحين راح نسوي التمارين. أول شيء راح أتيب هالوضعية، حرف ال مثل ما تشوفون هنا، حرف ال، راح أنزل لورا بهالكتف وأكور ظهري، أحس بعضلات الأكتاف وبنفس الوقت لوح الكتف. راح اطبق هني 3 مرات، 1 اثبت 5 إلى 10 ثواني ماكسيموم، 2 شوفوني من ورا هني، 3 4 5 سويتش نعكس، 1 2 3 4 5. اوكي، نريح شوي، ننتقل حق التمرين اللي بعده. الحين راح بحرف مثل ما تشوفون تي بالوضع هذا، وراح نهم نكور الكتف بهالطريقه، الف الكتف فقط، ايدي ثابته مكانه والف الكتف واثبت، 1 2 3 وافتح، 1 2 3 وافتح. هم نكرر 5 مرات كل صوب، راح تثبت شوي لوح الكتف، راح تحس فيه، لازم تحس بالكتف نفسه ولوح الكتف من ورا. مثل ما قلنا هذه تمارين مهمة، أنت تقدر تسويها بأي وقت، في المكتب مثلاً تقوم شوية تسوي هالتمارين، ما تأخذ منك 2 إلى 5 دقائق. أوكي، ريح. التمرين الأخير الثالث، تأخذ نفس. الحين هالطريقة هذه راح تسوي حركة دائرية. تخيل أن أنت في كرة وقاعد تفتر بينها بالطريقة، راح تروح أماما ممكن 10 مرات، بعدين تعكس 1 2 3 4 5. نفس الحركة هذه آخر شيء، راح شوية تكبر الدائرة اللي قدام، 5 مرات أمامي، 5 مرات خلف. تريح بعد بالكتف، راح تحس فيه فرش بالكتف، بالرقبة، حتى بالتشست هني، راح تحس انك تقدر تمارس تمارينك
او ترانس يومك بشكل افضل. يعطيكم العافيه وتابعونا بالحلقات الجايه. رجعنا لكم من جديد برنامج الضحى العود. عبد الله حاليا عندنا فقرة الصحافة وتتكلم طبعا أكيد عن الرياضة بشكل خاص، لكن ما يمنع أنهم يتحجون أو يسلطون الضوء على أحداث قد تكون في صالح المجتمع والرياضة. أكيد طبعا عناوين الصحف اليومية، وهذه الفقرة اللي ناخذكم بجولة فيها نتعرف من خلالها على أبرز المانشيتات اللي جاءت في صحافتنا المحلية، وبالتأكيد أغلبها يكون منصب نحو الرياضة والأحداث الرياضية. قد تكون هذه الأحداث محلية، خليجية، عربية، آسيوية أو أخبار عالمية. جريدة السياسة. يختتم القسم الأول لدوري فيفا بإقامة 5 مواجهات ضمن الجولة 9 للمسابقة التي تنطلق اليوم عبر 3 مواجهات تجمع التضامن مع الجهراء، في حين يلعب الفحيحيل مع العربي، ويلاقي النصر كاظمة على أن تستكمل الجولة غدا بـ2 فيستضيف الشباب القادسية، في حين يحل العميد ضيفا على السالمية. جريدة السياسة. أحرز المنتخب الوطني للرماية 3 ميداليات بواقع ذهبية 1 وفضيتان في منافسات البطولة الآسيوية 8 لرماية الأطباق الطائرة والـ11 لرماية أسلحة الرصاص وضغط الهواء الجارية في ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي أول من أمس. وتوج منتخبنا المكون من عبدالله الطرقي وسعود حبيب ومنصور الرشيدي بالميدالية الذهبية لمسابقة سكيت للفرق بحصوله على المركز الأول، متفوقا على نظيره الإماراتي المكون من سعيد المكتوم وسيف بن فطيس ومحمد أحمد الذي حل ثانيا ونال الميدالية الفضية، فيما جاء المنتخب الصيني ثالثا وحصل على البرونزية. جريدة الأنباء. وقع منتخبنا الأولمبي في المجموعة 5 ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 إلى جانب منتخبات سورية وقرقيزستان والأردن، وكانت القرعة قد سحبت أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ويستضيف الأزرق مجموعته في مارس المقبل على أن يتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات 11 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا في الصين يناير 2020. وفي حال حصول منتخب الدولة المضيفة على 1 بطاقات التأهل المباشر للنهائيات، فإن 5 أفضل منتخب حصل على المركز الثاني سيتأهل لإكمال عقد المنتخبات المتأهلة. جريدة الجريدة. حقق فريق هيطان أول فوز له في الدوري العام لكرة اليد على حساب نظيره التضامن بنتيجة 30-24 الشوط الأول 14-14، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأول على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد بالدعية ضمن منافسات الجولة 8 من المسابقة. حياكم الله، عاد لكم من جديد مستمرين معكم في الضحى العود، ومثل ما عودناكم دائما بفقراتنا المميزه اللي نسلط الضوء من خلالها على ابرز الاحداث اللي تحصل، احداث رياضيه بلا شك منها الاحداث المحليه. معنا طبعا من داخل الاستديو اخونا سطام الاسهلي المسؤول في القسم الرياضي في السياسه. حياك الله يا ابو علي. حياك الله عبد الله، رحب فيك ورحب في سعيد بتواجد وياكم، معوده سعيده ان شاء الله. يسعد صباحك استاذ سطام. بدايه تكلمنا عن دوري الفيفا. والله شوف، يمكن اليوم تنطلق الجولة 9 من دوري فيفا. نعم. كل يعلم بكرة أيضا سنتلغى المجموعة بعد تكمل الجولة 5 مباريات. كل يعلم من هذا الجولة 9 هي نهاية القسم الأول. صحيح. الكويت متصدر بـ24 نقطة، السالمية 20 نقطة، شوف العربي تألق من دون محترفين بـ14 نقطة. يمكن جمهور عربي شوي منتعش بعد النتائج الإيجابية لفريق العربي. دائما نهاية القسم الأول تعطيك قراءات لكافة الفرق. يمكن لو نلاحظ اليوم في التنافس اللي أصبح يعني شبه بين الكويت والسالمية. نعم. طبعا المتغيرات موجودة في وجود الغاتسية، أيضا وجود العربي في المستوى اللي قدم، وجود محترفين. كاظمة دائما يكون في المنطقة الدافئة، يعني لا يكون في المقدمة ولا مؤخرة، يكون شوي
لكن ممكن تحقيق مفاجآت. صعب انك تحكم، لكن اعتقد ان ابرز مباراة يمكن في هذه الجوله هي الكويت والسالميه. نعم، هي اللي بتكون يعني الاضواء عليها بشكل كبير. كيف تراها ابو علي مباراه الكويت والسالميه، خصوصا بان الكويت يعني متصدر ويسعى الى خطف 3 نقاط والابتعاد اكثر في الصداره؟ والله شوف، مباراه حسابيا صعبه صراحه يعني من كل فريق، غير خاصه الكويت يملك اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع. صحيح، يعني ما دخل مرمى من مباريات الا 5 اهداف، سجل 28، يملك خط هجوم ناري. ايضا السالميه لعب 8 مباريات فاز ب6، تعادل في مباراتين ما خسر. الكويت لعب 8 فاز ب7، تعادل في مباراه واحده فقط. لذلك لو تلاحظ فريقين فنيا متقاربين مستوى. نعم، ممكن يقول لك شوي افضليه بعد تغيير الجهاز الفني للكويت، لكن مباراه صعبه صراحه يعني، والكويت يعلم ان هذه المباراه لازم يحسمها حتى يتصدر القسم الاول بفارق مريح من النقاط. السالميه اذا فاز راح هو يتصدر القسم الاول. راح ندخل في حسابات اقتراب العربي، اقتراب القادسيه، راح ندش بالحسابات. لذلك انا اعتقد اليوم مباراه اللي ستقام غدا مهمه جدا للفريقين، واعتقد صعب التكهن فيها بصراحه. لو تفوز الكويت ممكن بعض الامور تتغير؟ لا، شوفي، في كلام يقول اذا الكويت فاز ممكن انه يحسم الدوري مبكره من القسم الاول. صعب، انا اقول باقي 9 نقاط، وجود القادسيه وجود السالميه ممكن يقرب الموازين. انت اذا صار الفارق 5 نقاط، فاز الكويت صار الفارق 5 نقاط. صحيح، كان في فتره من الفترات في قسم الاقسام الكويت كان 9 و10 نقاط على القادسيه، استطاع القادسيه انه تفوق عليه بالقسم الثاني. لذلك تو مبكر الجزم في حسم. نعم، الدوري لا يزال هناك خفايا، خاصه انه في الانتقالات الشتويه بتكون بعد شهر، في فرق دعم صفوفها بلاعبين، تغير. نعم، الجهاز الفني الى اخره، اذا تغير. لكن يبقى الكويت هو المرشح الاقوى بوجود السالميه والقادسيه. العربي وفي حيل؟ والله العربي، انا اقول لك العربي في حيل، العربي وضعه بيرفكت صراحه. معنى في حيل ممكن يقدم مفاجاه. في حيل لعب 8 مباريات، تعادل ب4 وخسر 4، ما فاز ولا مباراه. نعم، لكن فنيا تقدر تقول العربي افضل، مع ان في حيل يعني غيروا المدرب، ممكن يعني انه نفسيا حسب يعني، انا ما اتفق مع هذا الجانب. نعم، انه يقدر يعمل شيء لانه بامكانيات صعبه، لكن تكلم على العربي. العربي اليوم يحتاج يفوز يعني اكثر من اي فريق ثاني، لان اذا فاز راح يوصل لرقم 17 نقطه، وانت من دون محترفين في العربي، في وجوده في 17 نقطه راح تكون جدا مثاليه له، انك انت والله فايز ب4 متعادل ب2 خسران 1 واذا فزت اليوم ب5. لذلك المباراه جدا حساسه للجهاز الفني والاداري العربي، وعارفين لازم ما يضيعون هذه المباراه. نعم نعم. طيب استاذ، نبقى بالكره لكن كلمنا عن كاس اسيا، تقصدين التصفيات مالت الأولمبية؟ نعم. نعم، يعني يمكن بالاتحاد احنا قيمه القرعه امس الصبح، وقعنا مع مجموعه الاردن وسوريا وباكستان. نعم، طبعا هي 11 مجموعه على مستوى اسيا، سيتاهل اول من كل مجموعه الى كاس اسيا 2019. حلو. بالاضافه لافضل 4 ثواني من المجموعات، افضل 4 اللي ماخذين ثواني من 11 مجموعه. نعم، يتاهلون لكاس اسيا بالاضافه لمضيف. من كاس اسيا اللي بياخذون 4 مراكز راح يتأهلون أولمبياد طوكيو 2020. لذلك هي جدا مهمة التصفيات، لكن وجود سوريا والأردن منتخب أولمبي، يعني سوريا منتخبهم جيد، الأردن منتخبهم قوي. لكن نملك أيضا منتخب كل أخوان في اللجنة الفنية بإضافة الجهاز الإداري الفني منتخب أولمبي، لو لاحظ الأيام الفاضية لعبوا مع البحرين، لعبوا مع السعودية، لعبوا بطولة أولمبية. صحيح، المجمع الودية في الكويت وفازوا فيها، اللي فازوا فيها لعبوا مباراة ودية. أيضا عندهم معسكر الأسبوع القادم في دبي، في الإمارات راح يلعبون أيضا بطولة مجمعة، في معسكر شهر 1 أعتقد بيلعبون في نفس أيضا بطولة مجمعة. لذلك كل استعدادات المنتخب، لأن أنت إذا هذا المنتخب لازم ننظر أنه هو مستقبل الكرة الكويتية. نعم، إذا فاز تأهل كأس آسيا ويلعب على المجموعة يمكن تأهل أولمبياد طوكيو، ذاك هو أعتقد إنجاز يعني يستحق أنك تشتغل عليه. لذلك وجود حسين فاضل في الجهاز الإداري، وجود ايضا اخونا علي الدحاني رئيس الهيئه الفنيه، عارفين هذه الحسابات، اثنيناتهم عارفين في المراحل السنيه. لذلك هي مجموعه صعبه صراحه، مو سهله يعني، يمكن من اصعب المجموعات على مستوى 11 مجموعه، مجموعه الكويت والاردن وسوريا. هذه تعتبر يمكن من اصعب المجموعات. اعتقد انها من اصعب من المجموعتين موجوده في القرعه، يعني حتى في القرعه ما كنا نتمنى نطيح مع الاردن وسوريا واحد منهم، ممكن نطيح واحد، نطيح واحد مع الشرق افضل، لان الشرق ممكن تفوق عليه اذا احنا مستضيفين مجموعه، لكن الاردن وسوريا متغاربين، خاصه دائما نملك المهاره، هم يملكون القوه البدنيه واللياقه البدنيه العاليه. صحيح، لذلك هذا دائما يضايقنا احنا الكويت في المراحل السنيه، ما اتكلم منتخب اول. نعم، المراحل السنيه احنا ما انت متضايق اذا لعبنا مع فرق يفوقونا في القوه البدنيه. القوه البدنيه واللياقه. ايه. نعم، لذلك انت تحتاج هنا تفوقهم في المهاره. لذلك لو تلاحظ ترجع السنين اللي طافت يعني قبل الايقاف،
كنا دائما نتفوق على أوزبكستان، الأردن، سوريا. صحيح. إذا لعبنا معهم على المهارة، لكن بالقوة البدنية صراحة يأذونك في الملعب. طيب بعد ظهور التشكيلة واختيار اللاعبين لهذا المنتخب، كيف ترى هذا المنتخب سلطان؟ والله شوف كعناصر زينة بصراحة، يعني هم أفضل عناصر، تكلم يعني يمكن 6 أو 8 عناصر هم الأساس، مثل عيد الرشيدي ما بيذكر اسمه عشان ما أنسى الباب. نعم. لكن هم الأفضل، لكن عندنا نقطة سلبية فنية أنا أتكلم فيها، مو مش بصفتي أنا بالاتحاد، أن معظم اللاعبين ما يلعبون أساسيين بالدوري الدرجة الأولى. نعم. يعني في تقريباً 20 واحد ما يلعبون، لذلك الاحتكاك سيكون أقل، لذلك الأخوان في اللجنة الفنية ارتأوا يلعبون مباريات حتى أنهم يحتكوا، لذلك على مستوى فني ممتاز، منتخب ممتاز صراحة، يملك يعني يملك لاعبين على مستوى عالي، لكن مشكلة ما يلعبون أساسيين من ديتهم. هذه راح تكون مشكله خصوصا من ناحيه اللياقه كما ذكرت. اي نعم، لذلك اعتقد ان في الخطه هذه اللي هو يلعبون معسكر دبي، يلعبون معسكر شهر 1 مباريات مجمعه، اعتقد ان شاء الله تكون في الوقت المناسب. نعم. جميل. طيب استاذ اسطنام، شنو رايك في البطوله الاسيويه للرمايه؟ والله يعني الحمد لله ما شاء الله. الرمايه طبعا احنا الكويتيين متعلقين بالرمايه، انجازات العالميه اصبحت في الرمايه. يعني كافي ان ميداليات الاولمبيه بالرمايه، يعني ابطال على مستوى العالم عندنا بالرمايه. صحيح. ودي أقول كلمة، يعني إذا رحنا بطولات نغطي آسيا ولا شيء نركز على الرماية، لأن الرماية دائما بيضون وجه. نعم. صراحة يعني على المستوى إذا ما يأخذوا ميدالية نفسه. نعم. اليوم نشوف ما شاء الله تحديق ذهبيتين ميداليتين فضيات، يمكن مبارك لأخواننا في فريق سكيت اللي هو طرقي ومنصور رشيدي. نعم. وسعود حبيب حصولهم على ذهبية سكيت، وخاصة وجود منتخب الإماراتي منتخب قوي. نعم. سيد المكتوم وبن فطيس، وجود أيضا منتخب الصيني منتخب مصنف، انت تفوز على مستوى آسيا، دائما آسيا يكون موجودين بالمنصات التتويج على مستوى العالم. لذلك اعتقد منتخب الرمايه شهادتنا فيه مجروحه، انجازاتها تتكلم، صعب. نعم. ان احنا يعني نقيمه في هذا المستوى. نعم. يمكن حاليا نشوف على الشاشه احدى المنافسات في بطوله الرمايه اللي ما زالت منافساتها مستمره، والكل يقدر يتابع هذه المنافسات على كويت سبورت بلس. اعتقد هذا المسدس اليوم. إيه اليوم. نعم. المسدس الهوائي، وهذه المنافسات طبعا تنظيم اكثر من رائع. اذا بنتكلم عن التنظيم سلطان، احنا دائما عندما تكون في هناك بطوله في الكويت تشوف التنظيم مختلف يكون تماما. والله شوف نملك منشاه على مستوى اسيا صراحه، نادي الرمايه الكويتي يعتبر من افضل منشآت على مستوى اسيا اذا مو على مستوى العالم، يعني ما شاء الله منشاه يعني مجهزه تقنيا بشكل كبير، يعني انت رحت نادي الرمايه تشوف صراحه منشاه يعني عليها القيمه، يعني هذا اللي تساعدك في التنظيم. ترى اول شيء تتكلم بالتنظيم المنشأ. عندك منشأ راح تنظم عدل، لان احنا لو تلاحظ حتى في البطولات اللي كانت تقام داخل الاندور الصالات على مدى 15 سنه اللي طافت، كانوا صاله يد او طائره يحولونها الى تنس طاوله، جمباز، العاب قوه، يعني صعبه هذه ما تصير. لكن الرمايه الميزه فيهم في تنظيم الفعاليات، اول شيء وجود المنشأ، وجود ناس اهل اللعبه، وجود مجلس إدارة صراحة يعني متمكن، يعني الأمانة يعني بصراحة على مستوى العالم، إنكم مناصب عارفين الأمور، عارفين البطولات، قيمة البطولات، استعداد استضافون بطولات في الكويت، لذلك هذه أيضا مساعدتهم بشكل كبير. نعم. كل الشكر. نعم. لك سطام على وجودك معنا، وحمد الله على سلامتك. الله يسلمك. تنقل كثير الماضية. يعطيك العافية. الله يسلمك. إذن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الحداقة. علي الشرف وراح يتكلم عن التشخيط، نرجع لكم مرة ثانية. السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم راح نتكلم عن التشخيط. طرق التشخيط وايد، تكلمنا من قبل عن البورد اليدوي، اليوم راح نتكلم عن الميرور. الميرور سهل وسريع وفعال جدا بعد، يعني ما هو شيء نفس ما نقول يعني صيدة خفيف ولا كذا، لا هو فعال وحق السمك أنواع كثيرة. نحتاج في التشخيط بالميرور طبعا السنارة راح يكون لها أوزان وايد، راح تختار الحجم اللي يناسبك والماكينة كذلك. سنارة التشخيط تتكون من شغلتين، الماكينة والقصبة، الاثنين عليهم أرقام. دائما نشوف البيانات اللي على السنارة تكون مكتوبة، مثلا قياساتها بناء على الأرقام اللي مكتوبة على السنارة تختار أنت ماكينتك وحجم الماكينة.
الافضل ان احنا نركب لها خيط يكون حرير مو نايلون نفس خيط الحداد، نركب لها خيط حرير مثل الخيط هذا، يكون كل 10 امتار لون علشان تعرف انت ايش كثر اعطيت الخيط بحر او ايش كثر راح منك وبعد الميمون وينه عنك. كل 10 امتار لون على سبيل المثال، اذا خلص اللون الاول انا عارف ان انا معطيه 10 امتار، اعطيه زياده ادخل اللون الثاني الى نص اللون الثاني، احنا الحين 15 متر. بالطريقه هذه انت راح تعرف المسافه. ولازم تختار الغزر، يعني انت تشوف عندك بالطراد بالجهاز غزر البحر وبناء عليه تعطي الامتار، لان الميرور اللي راح نستخدمه ونركبه راح يكون له غزر ينزل فيه على حسب القفشه هذه اللي قدام. اذا كانت كبيره الميرور ينزل اكثر، واذا كانت صغيره لا يكون يعني قريب من سطح الماء. طريقه الميرور انك تركب طرف الخيط الملون اللي تكلمنا عنه بالحلقه هذه اللي هني تكون موجوده الحلقه، نركب الخيط فيها وراح يسبح بالطريقه هذه. الماء راح يضرب هني بالقفشه هذه وينزله زياده. لازم طبعا يكون لونه حلو شكله حلو يغري السمكه علشان تجي السمكه راح تشوفه يسبح بالطريقه هذه راح تهجم عليه تضرب هني بالميادين. اذا صادت الماكينه طبعا لها اوزان معينه راح تسحب، تعرف انها صادت من صوت الماكينه، تشوف الخيط قاعد يروح تسكر على الدراج هذا اللي هني بالماكينه، هذا تسكر عليه وتسحب. ويعطيكم العافيه ونشوفكم فقرات جايه. حياكم الله، عودة لكم من جديد. كل الشكر للحداقة علي الشرف على هذه المعلومات الجميلة اللي قدمها لنا. طبعا ننوه بأن هذه الفقرة مستمرة معكم في الضحى العود. في إطار التعاون المشترك ما بين الكويت والبحرين، قام وفد إعلامي من تلفزيون البحرين في القناة الرياضية في زيارة إلى الكويت وقناة الكويت سبورت بهدف تبادل الخبرات الإعلامية ما بين قناة البحرين الرياضية وقناة الكويت سبورت. من خلال هذا التقرير راح نتعرف أكثر عن هذه الزيارة. في إطار التعاون المشترك والمستمر ما بين دول التعاون الخليجي، شكلت قناة البحرين الرياضية وفداً إعلامياً لزيارة تلفزيون دولة الكويت وقناة سبورت والاطلاع على سير العمل وتبادل الخبرات الإعلامية ما بين البلدين. وقد شاركت رئيس قناة البحرين الرياضية مريم بوكمال في تقديم بعض البرامج التي تعرض على قناة كويت سبورت، وتأتي هذه المبادرة كأولى خطوات التعاون المشترك الذي سيستمر ويمتد إلى جميع دول الخليج العربي كنوع من النقلة النوعية في تقديم البرامج المنوعة بالإضافة إلى حقوق نقل المباريات. يا اهلا مرحبا فيكم مشاهدينا، رجعنا لكم الاستوديو من جديد ومعنا ضيوف مثل ما قلنا قبل التقرير من مملكة البحرين الشقيقة. نرحب بضيوفنا محمود الجيب وحازم الشيخ، حياكم الله. يا مرحبا، الله يحييك. وان شاء الله نكون خفاف عليكم في هذا كضيوف مكانكم برنامج، واحنا سعيدين بهذا التواجد وسعيدين بهذا التعاون، ولأسعدنا ان احنا نكون بين اهلنا وبين اخواننا في اكيد بلا شك. واحنا اسعد بوجودكم معانا، واليوم حلقتنا احنا قلناها في بدايه الحلقه ان اليوم حلقتنا بنكهه الحلوه البحرينيه. الله يسلمك. الله يسلمك. موجود الحلوه وصلتك ان شاء الله. وصلت ان شاء الله. كافي وجودكم معنا. الله يسلمك. الله يخليك في هذا البرنامج، برنامج الضحى العود. بدايه محمود، اذا بنتكلم عن سبب الزياره، اكيد هو محلكم ومكانكم تلفزيون دولة الكويت وكويت سبورت، لكن في غرض من هذه الزيارة خصوصا بأنها كانت تسبقها زيارة من السيد عادل عطالله مدير قناة كويت سبورت. نعم.
هو دائما ما كانت الزيارات متواجده حتى في السابق، لكن صحيح. في الفتره الاخيره زادت هذه الزياره، مثلا نشوف عادل عطا الله يزور البحرين، مريم بوكمال تزور الكويت، ازدادت هذه في الفتره الاخيره. الهدف واحد، احنا لو نفكر شوي في الموضوع نشوف ان همومنا الرياضيه واحده، يعني احنا كل الدوريات الخليجيه عندها مشكله في الحضور الجماهيري، كل الدوريات الخليجيه نشوف مستواها نازل، الا عندنا مشكله في رياضه المراه، الا مره في هذه الامور. انزين ليش احنا ما نحط كل هذه الامور كلها في برنامج واحد مشترك، ممكن يكون كويتي بحريني، ونطلع على الاقل بنتائج نستفيد منها، بدل لا نستفيد منها بس في البحرين، نستفيد بعد فيها في الكويت وفي كل دول الخليج. هذه من جانب البرامج. جميل. ممكن نشوف ان شاء الله نتشرف طبعا بتواجدكم اكيد في برامجنا الرياضيه. الله يحفظك. واكيد ان شاء الله بعد بيكون عندنا مذيعين اذا حابين تستعينون فيهم متواجدين ان شاء الله حق جميع البرامج. الخبرات في مجال الاعداد ايضا لهم يعني مجال بعد، وفي الاطلاع على تجربتنا في الاعداد، بالاضافه الى المعدين البحرينيين يطلعون مثل ما احنا قاعد نشوف في هذه الفتره. صراحه احنا من امس قاعد نفتر على عدد من البرامج، كنا متواجدين امس بعد في برنامج بين شوطين. نعم. واطلعنا على احترافيه العمل، واليوم احنا بعد جدا سعداء في التواجد في برنامج الضحى العود، هذا البرنامج المميز. سلمة. توقيته جدا مميز في الحقيقه. يعني الواحد شرب شاي الضحى على القناه الاولى وهي قاعد في الضحى العود الحين وياكم، فيعطيكم الف عافيه ان شاء الله. يسلمك. وان شاء الله سعداء جدا اكيد، واحنا اسعد اذا تواجدتوا عندنا. احنا اسعد وراح نستمر بالحوار معكم، وخصوصا راح اتطرق الى بعض البرامج الرياضيه كونك مذيع في قناه البحرين الرياضيه، لكن من بعد ما ننتقل الى الفتره الدينيه، وبعدها راح نرجع اكيد نكمل حوارنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، رجعنا لكم من جديد استوديو برنامج الضحى العود بالتحديد، وطبعا ضيوفنا الكرام اللي منورينا من مملكه البحرين الشقيقه، نرحب فيهم مره ثانيه، حمود الجيب وحازم الشيخ، حياكم الله. الله يحييك. يمكن قبل قليل تكلمنا مع اخوي حمود كونه معد برامج رياضيه في قناه الرياضيه البحرينيه، وتكلم عن المدى تبادل الخبرات ما بين المعدين. أيضا كذلك أنا أشوف أن هناك حاجة ملحة لتبادل الخبرات ما بين مقدمي البرامج والمذيعين كذلك. أكيد شوف، هو من الجانب الأساسي من اللي يطلع في الشاشة، صحيح، من يطلع في الصورة اللي هو المذيع، كل الجانب اللي خلف الكواليس يعطيهم الصحة والعافية، ما ننقص من حق أحد، ولكن من يبرز شغلهم في النهاية اللي هو المذيع. فهو المذيع هو الركيزة الأساسية لأي برنامج، لأي فعالية، حتى بالنسبة حق المراسلين. المذيعين أمانة يعني لازم يكون فيها تبادل خبرات. صحيح. ما تدري، يمكن أنا تشوفني قاعد مكانك وأقدم ضحى العود. يسعدني. وأنت أيضا عندنا في البحرين، مملكة البحرين، تشرف فيك أن أنت تقدم عندنا برامج ويصير فيه تبادل هل خبرات. ممكن هل ممكن يكون فعلا على أرض الواقع الموضوع هذا يكون تبادل فعلا؟ بديته بالفعل اليوم عندنا رئيسة القناة، قناة البحرين الرياضية، الأستاذة مريم بوكمال. نعم. قدمت برنامج شاي الضحى وكانت جميل. بداية خير إن شاء الله. وعندنا أيضا في عندنا المذيع عندكم في مشاعل الزنكوي، مشاعل الزنكوي قدمت عندنا برنامج صباح. بدينا في البداية يعني نقطة البداية بدأ، والحين قاعدين إن شاء الله ندش أكثر في هذا الموضوع وتستمر في استمرارية في موضوع تبادل الخبرات، مو بس على جانب التقديم، حتى في الجوانب الأخرى الفنيه، الجوانب الفنيه، هذا اللي انا هذا يعني هي الاساس، المصورين، المخرجين كذلك، جميع الفئات ان شاء الله راح يكون فيه تبادل، وراح يكون هناك ايضا ان نقول في النقل المباشر. نعم. راح نشوف مباريات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكره القدم مملكه البحرين، راح نشوفها في القناه الرياضيه الكويتيه، وايضا راح نشوف الدوري الكويتي على قناة البحرين الرياضية بإذن الله في الأيام القادمة. بإذن الله. أكيد بإذن الله. أكيد إن شاء الله. طيب حازم، كلمنا عن برنامج الملعب في القناة الرياضية عندكم وفكرته. الملعب عندنا الأستاذ حمود الجيب، طبعا هو المعد الأساسي لهذا البرنامج. نعم. أنا أحد مقدمين هذا البرنامج. نعم. برنامج الملعب يتركز على كل الفعاليات في مملكة البحرين، جميع الفعاليات الرياضية، جميع الفعاليات الرياضية، ليس مقتصر على كرة القدم فقط نهائيا. إحنا عندنا برامج متخصصة، في برنامج حق كرة القدم، في برنامج لكرة اليد، في برنامج لكرة السلة، لكل لعبة جماعية في برنامج متخصص. جميل. الألعاب الفردية والألعاب والإنجازات والتحقيق والأخبار كلها تنصب بالملعب، على أساس يأخذون حقهم أيضا. صحيح. عندك ثلاثة أيام في الأسبوع هذه الرياضات كلها تطالب أن أنت تغطي لها إعلاميا. جميل. طالب أن أنت تبي تشوف أخبارها، صحيح، تبي تشوف نتائجها، تبي تشوف انجازاتها، في النهايه لها متابعينها ولها محبينها. أكيد. هذه الرياضه اكيد،
والرياضات الفردية الحين في الفترة هذه قامت تطلع أكثر من الألعاب الجماعية كإنجازات فعلاً. يمكن حمود أنت كونك موعد في هذا البرنامج وتلاحظ بأن أغلب الإنجازات وأكثرها تكون في الألعاب الفردية واللي ما يكون مسلطين عليها الضوء بشكل كبير من باقي البرامج. فكرة هذا البرنامج هي تسليط الضوء على الألعاب الأخرى والمختلفة. إحنا عندنا هدف كبير اللي هو أن إحنا نهتم في الرياضة التنافسية بالإضافة إلى نهتم في الرياضة الترويحية. جميل. الفئة المستهدفة في هذا البرنامج هم جميع الأشخاص المهتمين بالرياضة، سواء كبار سن، سواء صغار، أو سواء أصحاب إنجازات. نعم. عندنا مثلا هو قلنا ثلاثة أيام، يوم الأحد ويوم الثلاثة ويوم الأربعاء نعرض البرنامج حاليا. في يوم الأحد نستعرض الأحداث، كون بداية الأسبوع نستعرض الأحداث اللي بتكون طول هالأسبوع شنو موجودة، أبرز الأحداث. مثلا في الأسبوع القادم إن شاء الله بيكون عندنا أسبوع بريف للقتال الدولي، سلطنا عليه الضوء يوم الأحد الماضي. حلو. فبيكون طول الأسبوع الجاي عن بريف. عندنا مثلا يوم الثلاثة نسلط الضوء على القضايا الرياضية. القضايا الرياضية سلطنا حاليا، احنا بدينا في قضيتين. القضية الأولى هو التدخين في الملاعب، شيء يضر الجميع مو بس الرياضي، غير الرياضي أيضا. فليش احنا ننشر التدخين داخل الملاعب؟ سوي لهم سكشن بروحهم، بيزعل الحين عاد مخرجنا مالك ابو يعقوب، خلي لهم بس سكشن بروحهم ويدخنون على راحتهم، بس في النهايه لا احد ينزعج من التدخين السلبي ولا هالامور. جميل. بالاضافه الى تقدير اصحاب الانجازات، اصحاب اللاعبين القدامى، عرضنا هذه القضيه، ليش ما نستفيد احنا من خبره اللاعبين القدامى في تطوير الرياضه المحليه حاليا؟ هذه احدى القضايا. إضافة إلى يوم الأربعاء، يوم الأربعاء نحاول نركز على أصحاب الإنجازات، سواء الإنجازات الفردية أو الإنجازات الجماعية. عندنا في الإنجازات الفردية نبرز الشخص ونبين له أن إحنا كتلفزيون وكقناة رياضية معاك ندعمك في كل شيء تبيه، أي خطوة تحتاجها إحنا موجودين تحت أمرك. أما الألعاب الجماعية والاتحادات فبعلها حضورها، كل اتحاد يروح يجيب إنجاز يشرف البحرين، إحنا موجودين علشانك يا اتحاد، حياك. البرنامج مسوينا كله علشان نحتضن الاتحاد وهالإنجاز ونبرزك قدام الإعلام ونبين أهمية هذا الإنجاز اللي تسويه. إضافة إلى أن عندنا بعض الفقرات اللي عندنا فقرة اسمها فقرة شو السالفة؟ شو السالفة؟ هذه الفقرة مختصة بالكواليس الأحداث. حلو. مثلا كان عندنا تقرير وعن كرة اليد. نعم. البحرينية، لاعبنا السابق سعيد جوهر نجم كرة اليد البحرينية حذف الكرة من جول لجول في كرة اليد. احنا نسميه الهدف الاسطوري. إيه؟ هذا الهدف الاسطوري أهلنا كأس العالم، كأس العالم في آخر ثانية نص نهائي مع السعودية، ومن جول لجول يي الجول عشان هو كان هدف الفوز في آخر ثانية في المباراة. إيه؟ خصوصا في كرة اليد دائما تكون في هناك مثل هذا الـ يعني المفاجآت كما يطلق عليها. لكن إذا بتكلم حازم عن صدى هذا البرنامج عند سواء كانوا عند اخوان البحرينيين او كذلك في الخليج، انا اكون صريح معك عبد الله، في البدايه اول ما بدا البرنامج كنت يعني زعلان ان نشوف برنامج واحد يشيل الالعاب كلها كامله ويشيل الانجازات. لكن لما قدمت البرنامج ورحت مره مرتين وثلاث وشفت اصداء الناس وشفت الاتحادات وشفت مطالبات الناس وليش ما تعطون كذي ويعطون افكار، صراحة شعرت بالسعادة داخليا ان اشوف في متابعة، في ردة فعل، في اصداء، في افكار حتى من خارج مملكة البحرين. جميل. لما انت تطلع من الاستديو تشوف تليفونك والله يعطيكم العافية كذي وتهلون ليش ما سويتوا، بغض النظر في سلبيات ولا ايجابيات، في متابعة، في اصداء، هو هذا السبب الرئيسي اللي خلينا احنا نعمل، وهو هذا السبب الرئيسي اللي خلينا احنا ننجز مثل هذه البرامج. وأعتقد حمود أكثر خبرة مني في هذا المجال بحكم أنه هو مسك البرنامج من بداية تأسيس، إحنا في الموسم الثالث حالياً. صحيح. هو حمود من مؤسسين هذا البرنامج المستمر وإن شاء الله راح يستمر في المستقبل بإذن الله. يعني يمكن أضيف على حازم نقطة، إحنا اليوم تواجدنا في الكويت بسبب برنامج الملعب في البداية. حلو. عندنا كان هدف، قعدنا مع سعادة وزير الإعلام في تلفزيون البحرين ووضح لنا. نعم. قال لنا احنا نبي الرياضة المحلية تبرز. نعم. بدينا في البرنامج موسمين والحمد لله قدرنا ان احنا نغطي كل الرياضة المحلية. بعدها تغير الهدف، قعد معنا وزير الإعلام والأستاذة مريم بوكمال
صار التوجه ان نغطي الالعاب الخليجيه وتحصل حقها في البرامج عندنا. نعم. فحاليا احنا موجودين، بتكون عندنا اخبار الكويت واخبارنا ايضا بتكون عندكم موجوده. حلو. ويكون هذا التعاون شامل ان شاء الله. ان شاء الله اكيد، واكيد شفتوا استديوهات وزاره الاعلام وكانت في لكم جوله، شلون شفتوها؟ والله في الحقيقه اطلعنا على الاستديوهات، اطلعنا على نظام مميز في الحقيقه خاصه في الاضاءه. نعم. والمكسر والمساحه الكبيره الموجوده في الجاليري، انتم محظوظين تربيا. تعلم طريقه الاخبار الله يخليك، طريقه الاخبار على اساس نطلع نشره رياضيه جديده. طيب حازم، بما انك يعني مذيع، فشنو الفرق اللي تشوفه بالاخبار مختلف عنكم في البحرين؟ في نشرات الاخبار؟ نعم. والله ما في اختلاف، تصدق ان احنا واحد في كل شيء، في الامور الفنيه، في امور التقديم. يعني ما لمست ان انا شفت شيء غريب فيه حتى بالاجهزه نفسها للامانه. يعني ما في شيء يميزنا، اكيد مميزين انتوا لانكم كويتيين، بروح هذه اكبر تميز. هذه اكبر تميز الله يخليك. بالعكس حسيت ان انا يعني مو في مكان غريب، كاني انا في تلفزيون البحرين. نعم. ما في اي فرق ما بين، يعني نفس عمليه العمل السلس، نفس عملية التعاون، نفس التقديم، نفس طريقة التقديم. حتى أنت قاعد على الكرسي قاعد تتكلم معي، أحس إن أنا قاعد أتكلم. إذن بيتك الثاني يعني. بالضبط، يعني في النهاية يعني لمسنا إن في تعاون، لمسنا إن في جانب إيجابي، إن إحنا هدفنا واحد. أكيد. ورؤيتنا واحدة ورسالتنا واحدة، احنا حابين نقدم بلا شك. واكيد هذا التعاون راح يستمر وراح يكبر باذن الله. جربت تقديم الإذاعي حازم؟ ايه. شنو الافضل؟ هو الإذاعة لا ميزة. ايه. والتلفزيون لا ميزة. لا ميزة. ايه. الإذاعة تقدر انت تلعب براحتك. براحتك. التلفزيون لا، انت مرتبط ملتزم، لازم يشوفك وتطالع وها، ولازم تحاسب على كل يعني حرف وعلى كل لمحة عين. والله إذا سويت هاللون بهالطريقة راح يفهمها الضيف كذي ولا المشاهد يفهم، فتكون محاسب أكثر. يبينا نقدم برنامج مع بعض. أكيد أتشرف. وإعداد يكون حمودي. أبشر أبشر إن شاء الله. والمحاور جاهزة تراكم. أنا وياكم أخذون وياكم. خلاص. ويانا إن شاء الله بإذن الله. نورتونا. سعيدين جدا باستضافتكم بيتكم وديرتكم الثانية يعني البحرين. صدقين احنا دائما نعتبرها ديرتنا وبلا شك يعني. عندنا عبد الله مع مناف. نعم. راح ننتقل بعد قليل طبعا كذي احنا ختمنا فقراتنا. راح ننتقل. اسمح لي بس اشكر الجماعه قبل ما نتكلم. انا حاب اشكر الاستاذ طبعا عادل عطا الله العنزي مدير قناه الرياضيه سبورتس القناه الثالثه. حاب اشكر ايضا الاستاذ مدير مكتبه. نعم. الاستاذ سالم انس. وحاب اشكر مخرج البرنامج. واحنا دائما موجود معنا الاستاذ مالك. مالك اسد تواجد معنا وكان موجود معنا أول بأول واطلاع على كل ما هو جديد في تلفزيون الكويت، وكان عنده لمسات صراحة واضحة في القناة وتوجيهاته في مكحلها. أكيد شكر لكم على وجودكم أمانة وتلبيتكم لهذه الدعوة، وأكيد الزيارات مثل ما ذكرنا راح تستمر ما بيننا وبينكم. راح ننتقل إلى فاصل قصير بعدها راح نرجع معاكم، وراح يرجع أخونا مناف أشكناني في فقرة الرياضية مثل ما أنتم عارفين الفقرة الأسبوعية كل اثنين وخميس يطلع عليكم مناف أشكناني بأخبار رياضية بنكهة مختلفة. نعم، وراح يكون ختام البرنامج مع زميلنا مناف أشكناني. مواقف كثيرة العشرة الجيرة حبك لها الديرة محسوسي البحرين محسوسي البحرين البحرين يا البحرين معلومة حبين يا البحرين معلومة حبين
أمن وأمان ولا لطني الكويت تتهنى وتنام آه ولا لطني الكويت تتهنى وتنام مساكم الله بالخير مع فقرتنا الاوروبيه فقره الاخبار الاوروبيه ومناقشتها مع محلل فني واليوم ضيفنا المدرب الوطني عبد العزيز الكوت مساك الله بالخير مساك الله بالنور مناف احييك واحيي الاخوان المشاهدين وان شاء الله نكون خفاف في الدقائق القادمه عندنا اخبار وعندنا قصص من اوروبا نبي نناقشها ويا بعض نقول خبر وناخذ ونعطي ويا بعض اوكي توكل مورينيو احتفاليه مثيره للجدل ضد جماهير السيد العجوز أغضبت اللاعبين بعد أن قلب خسارته إلى فوز بأربع دقائق وخطف نقاط ثمينة وعادنا لذكريات 99 يمكن صار هالشيء مع السير أليكس فيرغسون بموسم الثلاثية ضد أنشيلوتي لما كان خسران 2-0 وقلبها 3-2 وخذ اللقب في النهاية بالفعل مورينيو يعني بشخصية مورينيو هذا هو شخصية مورينيو أمس أمانة يمكن تتفق أو أنت مع أو ضد اللي سواه مورينيو ولكن هذا هي شخصية مورينيو مورينيو ممتع دائما يضيف جو في مبارياته في تصريحاته واعتقد ردة الفعل كانت اكثر ما تكون طبيعيه لشخصيه مورينيو فما حد يقدر يلوم مورينيو فيها الظروف اللي كان يعيشها مورينيو الضغط اللي كان يعيشها مورينيو خاصه مع مانشستر يونايتد بدايه متعثره في الدوري الانجليزي حتى على مستوى دوري الابطال امس كان في حال خسارته وتعادل كان وضعه جدا صعب مع فالنسيا فباعتقادي مباراة أخرجت الضغوط كاملة عن مورينيو وقدر يترجمها هو بطريقته في الملعب بهذه الطريقة وبرر الحركة اللي سواها وقال أنا تعرضت لإهانة 90 دقيقة تقريباً فما راح أحترم جمهور أهانوني طول هذا الوقت بالضبط مورينيو أساساً كان مع الإنتر فأساساً هناك في خلينا نقول عدم حب من يوفنتوس خاصة أنه كان مسيطر على أيامها على الدوري الإيطالي وحقق دوري أبطال أوروبا وياهم فباعتقادي أيضاً هناك حالة من يعني عدم الحب بين مورينيو وجمهور اليوفي ويوفنتوس ومورينيو بطل العالم ونجم اتلتيكو مدريد انتوان غريزمان يعتبر هو الدوري الالماني ويرش الافضل بعد الاسباني وافضل من الانجليزي هو يبدي الالماني على الانجليزي ويقول ان يرشح ثلاث فرق ياخذون فيهم الشامبيونز بنهائي الابطال يرشح السيتي يرشح اليوفي ويرشح برشلونه لوجود غوارديولا وكريستيانو وميسي ويتجاهل حامل لقب ريال مدريد تتفق معاه ولا بالنسبه للترشيحات اعتقد اليوفي وبرشلونه يعني كبدايه هي حتى الان توي ناس خاصه عندنا دائما شهر واحد في الانتقالات ممكن يحدد امور ويضيف امور لكن باعتقادي بدايه برشلونه واليوفي في هذا الموسم ترشح في حال عدم اصطدامهم مع بعض في الادوار المتقدمه ان يكونون موجودين في النهائي السيتي مع غوارديولا حان الوقت للمنافسه على دوري الابطال فريق جدا مستقر فريق قوي يقدم كره ممتعه على مستوى دوري الابطال وعلى مستوى الدوري الانجليزي اختياره لافضليه الدوري الالماني دائما انا اقول ان الافضليه للجماهير تختلف للنقاد النقاد يرونها من منظور اخر بالنسبه لي انظر لها ليس من فقط خلينا نقول حضور جماهيري او شيء معين بل هي تعتمد على مجموعه عوامل لذلك الدوري الانجليزي اللي يشوفه من مجموعه عوامل
هو الأفضل للمشاهد للي يبي يستمتع. ولكن دوري الألماني دوري جميل دوري ممتع، ولكن سيطرة باعتقادي بايرن وفارق بايرن عن بقية الأندية تقتل جمالية الدوري الألماني. حامل اللقب ريال مدريد بعد فوزه أمس على فيكتوريا بيلزن التشيكي بخماسية نظيفة، صار سولاري ثاني مدرب بتاريخ النادي حقق الانتصار بأول ثلاث مباريات مع الحفاظ على الكلين شيت. بعد المدرب حقق هذا الشيء سنة 57 تقريبا في تاريخ ريال مدريد. بداية مميزة لسولاري، فوز بالكوبا دي ري، فوز بالليغا، فوز في التامبيونز ليغ، كلين شيت 4-2-5 يعني مسجل تقريبا 11 هدف، بداية جدا مميزة. كلام كبير على سولاري في حال استمراره عدم استمراره، أعتقد من الأفضل أنه يستمر كونه عارف بيئة الدوري الإسباني، عارف بيئة إسبانيا بنفسها. استمرارية سولاري هي جدا صعبة، لأن اللي ما حصل لزيدان باعتقادي أولا هو دعم من الجماهير، من اللاعبين، من فلورنتينو بيريز، وهذا أهم شيء أنت تقدر تحصله. في حال أن سولاري حصل على هذا الدعم ممكن يستمر باعتقادي ويحقق نتائج إيجابية، ولكن أستبعد الدعم اللي حصله نفس زيدان. في نفس المباراة توني كروس اللاعب الأنيق في ريال مدريد يحقق رقم قياسي مساهمته في 3 أهداف لأول مرة دوري الأبطال أبطال أوروبا، سجل جول، صنع 2 لبنزيما وكاسيميرو. مدى قيمة هذا اللاعب؟ من أكثر اللاعبين المهضومين إعلاميا أمانة. توني كروس من أفضل لاعبين من بوكس لبوكس باعتقادي في السنوات الأخيرة، هو وبوسكيتس دائما كنت يعني أشوفهم أمتع لاعبين وأكثرهم قدرة على سيطرة وسط الملعب. دائما ما معجب في توني كروس في إدارته للملعب سواء في المركز 6 أو في مركز 8، تنقلاته من البوكس لبوكس دائما يحيي أن هناك لاعب قادر على قراءة الملعب سواء من الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية. جميل أنه يحقق هذا الرقم توني كروس، وجميل أنه حاليا ريال مدريد محتاج بقوة لتوني كروس ومودريتش أن يكونون في مستواهم في قمتهم حتى يساعدون ريال مدريد على الانتشال من البداية السيئة اللي في هذا الموسم. بلجيكي نجم البلوز إيدن هازارد يتخلى عن احتفاليته الشهيرة لأنها تسبب لآلام تملحت ركبه وتجرحت من كثر ما هو يزلق يسوي سلايد على الثيل. يقول أنا بطلت أسوي هذه الاحتفالية ويمكن وقف عنها اليوم سجل ضد ليفربول بكأس الرابطة. أذكر مرة كنت أناقش ويا كابتن النادي العربي أحمد موسى، مرة سوى هذه الاحتفالية وقال مرة سويتها وبعد مرة أسويها. لا بالكويت لا تسويها. لا تسويها. باعتقادي أيضا على هازارد لأي ملعب في العالم صعب أنك تسوي السلايدنج في كل مرة على ركبك لأنها تضر. وأذكر مرة أحد المدربين أرسن فينجر منع أحد من اللاعبين أن يسوي السلايدنج هذا، لأن أساسا وضعية الركب صعبة تكون. فالسلايدنج باستمرار وفي المطر وبالثلج باعتقادي راح تسبب لك آلام على مستوى ركبك، فأفضل لواحد من أفضل لاعبين العالم حاليا أنه يبتعد عن هذا الاحتفال. أي بالضبط. يوم السبت سيكرم فريق ليستر سيتي رئيسه ومالك الراحل تالندي بيتشاي أمام بينلي على ملعب كينغ باور ستاديوم، وراح يرتدي الفريقان شارات سوداء. لا أحد يعني ينسى وما أحد راح ينسى بيتشاي اللي حقق أو ساهم في تحقيق اللقب التاريخي لليستر اللي لن يتكرر، ما أعتقد راح يتكرر. أكيد أحد أكبر خسائر في تاريخ كرة القدم باعتقادي. هذه الشخصية ممكن بعد سنوات راح يعمل لها أفلام، راح يعمل لها كتب، راح تعمل لها، لأنها شخصية بكل أمانة. ولم يساهم فقط في نادي ليستر، هو في إحصائيات هو رفع السياحة في ليستر، هو يعني خلينا نقول ساهم في إنشاء مدينة كاملة وليس في نادي كرة القدم. اللي عمله باعتقادي في تشاي في مدينة ليستر شيء كبير، وخسارته وطريقة موته أيضا كانت تراجيدية. فباعتقادي هو خسارة كبيرة لليستر وللرياضة ولكرة القدم بشكل عام، أيضا لما كان يتمتع فيه من أخلاق بتصريحاته بدعمه لجميع الفئات. يعني حتى شفناه مع تعامله مع رياض محرز وإنشاء مسجد في ليستر فقط من أجل رياض محرز، ومع بقية يعني الأديان، وتعامله كان جدا راقي. فبكل تأكيد هو خسارة لكرة القدم والرياضة. وأنت مكسب لنا يا الكابتن المدرب الوطني عبد العزيز الكوت، الله يوفقك إن شاء الله، واستمتعت وياك، وإن شاء الله بحلقات جاية إن شاء الله نسولف أكثر ونتكلم عن أخبار أكثر وأخبار مثيرة للجدل بشكل أوسع إن شاء الله. انتهت حلقتنا اليوم، نشكركم على المتابعة، إن شاء الله نلتقي وياكم نلتقي وياكم لحد إن شاء الله الضحى العود الساعة 11 فما الله. We'll be right back.